ما الفرق بين التمني والرجاء؟ التمني للمستحيل والرجاء للممكن. أرجو منك أن تفعل كذا وكذا، لكن لو قلت أتمنى يبقى إذن ده مستحيل. ليت للتمني، أيا ليت الشباب يعود يوما، ما هوش هيعود ده مستحيل، بس يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، إذن ده التمني. أما الرجاء فاعطني ساعدني اعمل منهم مما هو ممكن.